اي لاف يو بس. شيرين 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 وي لاف يو وي لاف يو شيرين وي لاف يو اي سوير بنحبك 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 والله بنحبك وي لاف يو والله وي لاف يو والله وي لاف يو وي لاف يو وي لاف يو وي لاف يو صدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ترند موقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد حفلها في الكويت الذي أحيته بحضور عدد كبير من الجمهور رافق شعار كامل العدد والذي تخطى 5000 شخص. وخلال الحفل قدمت شيرين عدد كبير من أغانيها المميزة لدى الجمهور، من بينها أغنية كده يا قلبي والتي لم تستطيع تمالك دموعها في أثناء غنائها، وتوقفت لحظات عند مقطع مع السلامة يا حبيبي والذي جعل الجمهور يتأثر بها. وكشفت شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء الحفل أنها بكت من الاحتفاء الكبير من الجمهور بها ولم تتمالك دموعها لحبهم الكبير لها، قائلة شلوني من على الأرض شيل حسيت بحبهم الكبير. وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية الذهب والتي طرحت قبل شهرين وحققت نجاح كبير، وهي من ألحان مدين وتوزيع توما ومن كلمات تامر حسين، وتخطت مشاهدتها 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.